اهلا، مرحبا بكم. فيديو جديد، خول جديد. شين اول حاجه عطيتوني قتله في الكومنتاري بخول لي فات ديال شين، ولي ما خليت ما قلتولي هل كاع يبري الحوايج، هل كاع يلبي لي ستايل ديالي، شنو هاد الخشيه، شنو هاد الشراو، بقيت شي كتعرف تلبس. ويلي 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 عملت لي الروينه. المهم شوفوا، عارفه كانوا كاين تماك شي حوايج اللي عايجيكم شويه غرابه، ولكن واحد مره كيبغي يجرب زعما ستيلوس جدادين، يجرب حاجات جدادين، ولا كتشوف واحد حاجه على موديلو كيقول لك عقلك عتجيك مزيانه ملي كتجيبها ما كتصدقش. وابارت انا عارفه بان ديفو مني انا، هذا مني انا. السمانه اللي فاتت ملي جيت نقيس لكم، خلص ديك الفضه بقيت كنقيس لكم قميجه، بقيت كنقيس لكم عمر فوقي، وجبنوا لها علاقه. يعني الحوايج شي مرات دلبستيهم مع حاجه اخرى انكوريكت، مع حاجه اخرى اللي ماشي هي هذيك، كيبقى يبان داكشي مبهدل. هذاك الشيء فادخل هذا، وجدوا لي راسكم، قيس لكم، عملت لكم تقريبا الاوتفيت كومبليتو بالصباط. كاين شي حاجات اللي عملت لهم بالصاك، كاين ما عملت لهم شي صاك، ولكن بالصباط بالصاك باش ندير، بقيت كنبدل في الشين، عرفتي حرفت لي باش نسجل لكم. ادخل هذا اسيكي اغراضي ثلو دي خرمي واللايك، توكلنا على الله. غادي نبداو مع دخول هذا ان شاء الله، ربي يعيط تلقى بزاف الحاجات اللي عجبوكم، وكل شيء كل شيء كل شيء الحاجات ديال الصيف. غنبداو اول حاجه واكثر حاجه عجبتني مع دخول هذا هي هاد الشنكله هادي. شوفوا لي هاد الشنكله هيدا، زعما ايميتاسيون ايرميز، زعما فورما ديالهم ايميتاسيون ايرميز، ولكن عجبني لا كومبيناسيون ديال الالوان، خلطه الالوان مارون مع هاد الثوب هذا، داك الثوب الصيفي كيقولوا الاسبانيول باخ، ما عرفتش كيفاش كيقولوا له بالعربيه. المهم هاد السويف هذا باليت شنيكله صراحه، اصلا شنيكله مزيونه. وباش كملت وجملت ديت لا الساك ديالها، شوفوا لي شوفي على كونخونتي تاع شحال مزيون، حمقني صراحه هاد كونخونتو اللي صيفي 100% جاب ما بعطيتهم، وما كانوش كيتباعوا يعني ما بعطيتهم انايا، يعني لقيت هادي بوحده وهادي بوحده، وقلت هادي وهادي غيجوني مزيونين. وهاد الساك هذا بنات تقدروا تهزوه بحال هكذا، عجبني على حسب كيبقى منفخ، يعني مع خاوي من الداخل، شفتي ما عندي فيه والو ولكن كيبقى منفخ، ما كنحملش هداك السيكان، يلاه كتحيدوا داكشي اللي معمر به الداخل، كيبقى كيتبسط، هذا كيبقى منفخ. مهم امبورطانتي از فردا كي بور مي، زعما كتمنيت هاد الحور ما يكونوش فيه، بيرو والو ماشي مشكل. وجات بالسميطه ديالها، يعني بغيت نلبسها بغيت نلبسو بحال هكذا غادي نقدر نلبسو، وديتو هكذا شويه ستيتانت، ما عارفين دابا انا مع العيا نقدر مره نخرجو هكذا، ولكن اغلبيه غنلبسو بحال هكذا. انتو سي سي سو هذاك الشيء ديت، هذا يكون عنده دوبلي كوريه صراحه، واعر 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 بزاف هذا الكونفونتو هذا طوب. هذا عنده زون هاد الكسوه هذه اللي في الاول لبستها قلت ويلي مصوره البريس هيدا غيبقى يعيبوا عليا من هنا لغدا، قلت نعمل الاوتفيت ديالها كامل ونسقتها. ها هي الكسيوه هادو، اصلا الكساوي هادو بالرياس دارجين على الموضه الصيفيه، نورمالمون انت ما كيتلبسوش بزاف، بيرو مؤخرا دارجين على الموضه ودارجين في الالوان، درجه نشوف بحال هادو، بحال هادو هذا في الروسا، بحال هادو في غراناتي، شفت فيهم الالوان ما كان عجبني دي هذا اللي الزرق. فكرتني بواحد الكسوه كانت عندي ملي كان عندي يمكن 18 سنه، واحد الكسوه كانت عندي عزيزه كنلبسها بزاف. المهم فكرتني باش ناخذ كانت فورما اخرى، هذه جات ستايل ديالها اوفر سايز، جات واسعه ولكن جات واعره في اللباس، جات هيدا كومو اوفر سايز كاسوال، ولكن ملي دخلت هذاك الساك والشنكلا والسفينيا في مارون عطا واحد الطوكي، ما تقدروا تنسقوها معايش ما بغيتو، شنو انا بغيت ندخل هيدا شي حاجه هكذا صيفيه بحال اللي غنقول لكم، وعجبتني بزاف. بالنسبه للثوب، الثوب زعما خفيف زعما في الصيف وداك الشيء بحال ملي ما لابسين والو، حقا نوست راسبيرابلي بيرو بونو، مع ديك الواسعه يعني ما تخافوش غيدخل الريح وغتنفسو مزيان. الصنداله هذه كانت على قلبي شي صندره، بقى عندي وحده ولكن موي كاسوال حتى هي، بغيت شي وحده تكون هذا شويه مازبونيتا. شوفوا ريزات في البياض، فيها ان بوكي دو بلاتفورما، عندها هنا جباده يعني كتخشيوها في رجلكم هيدا، مع كتمعدو كتخشيو رجلكم فيها، كتجي مزيونه الصراحه على بيوم ميمونه. وانا هذه الطريقه ديالها، نوريكم واحد الكميجه اللي طلبتها حمقتني، حاولت نكومبينارلا مع واحد الكسوه اللي عندي في الدار، ولا المهم ما عجبتنيش بزاف ديك الكسوه، كانوا خاص واحد الفالده تكون بيضه وتكون شويه يعني هابطه من فوق كوريكت، ما خصهاش تكون فيها داك بحال نقول لكم بولانتيس ولا بحال طبقه، خصها تكون هوا دائما نيشان باش ما تحيدش بروتاغونيسمو ديال الكميجه. انا عجبتني جاتني موي كوكيت، كمجه حمقتني حقا زعما الصراحه، كنت نعرف كخدي خديت طايه اخرى اكثر صغيره، مؤخرا ولا كلشي كيجيني شويه كبير، خصني يمكن نرجع بخصوص بارتي فوقانيه، كان نقص نرجع عند طايه ام على حساب هادو، بخصوص هادو اللي كيجيو هيدا كيجيو شويه اكثر نيشان، حوايج اوفر سايز ما كيجيوش باينين، ولكن الحوايج اللي كيجيو هيدا بوكو تينا كيكيرا ان بوكيتو بيان بوس اللي كتجيني بحال شويه واسعه، جاتني بحال شويه واسعه الكميجه هادو، كان عجبتني. وعندها هنا واحد الخيوط كما كتشوفوا، هاد الخيوط هادو كتربطهم باش كتعبدو هنا هاد كلاسيتوس، صراحه مزيونه. والسويف ديالها ستابيان، يدها هيدا مجموع بالقومه
عندها هنا واحد شويه ديال البولانتير. المهم كم جا عجبتنيش نوقصني نبدلها فالده. خديت هاد جوج ديال بولسيرات، هادو دارين تاعهم على موضه بزاف، خرجوا اوريجينال ديالهم هما ديال ايرميس، خرجوا بحال هكذا نوريكم. كنتمنى يجيو قادمين يجيو شي كبارين. شوفوا هادو هما اللي دابا كيتلبسوا بزاف. او كيفاش كيجيو في اوي من كانتا، او شحال كتجي مزيونه، او شحال كتجي مزيونه. وعليك جاتني يعني مزيان، ما جاتنيش شي جاتنيش شي كبيره. شوف شحال كتجي مزيونه، كلاس مع هاد الساك والصباط مارون اللي خديت من كانتا. واعره لوغو ديت هادي فيها واحد شويه ديال التيني، حيت عندي واحد الاوتفيت هيدا الصيف اللي كولو بسم الله بسم الله. والتينية كتجي بحال هيدا، غير شنو هاد التينية جاتني شوية كبيرة. أنا كنعرف يدي ديستيتوين خسارة، ما تقدرش زعما تزيد زيرة ولا شي حاجة. جاتني شوية كبيرة ملي كنعملها هيدا، بحال لي تسقال ديال هاد الصمتة كتبقى تهبط، يعني تبقى تبان لي هيدا في يدي. صراحة خسارة بركي فنة، سينو نقدر نعاود نطلب بحال التينية. بس من بعد طلبت ثلاثة كميساتات اللي كيجو طوالي. أنا عارفة بزاف نوكا تقول لي شنو هاد الكميسات ديال الرجال، أخوتي كيتلبسو شحال نعملو، بقاو حنا كنلبسو بحال ديالنا الشوارف، غنلبسو الموضة هادشي اللي عطا الله. المهم فورما ديالي معجبتني، واسعين مستورين. بغيتهم هيدا كاسوال ديالي، نمشي نجيب لاين دي لاين هيدا. بغيت واحد الأوتفيت أون بوكو ماس كاسوال، ولكن جاوني شوية طوالين. عادك الشي غادي نديهم عند الخيط ناقص منهم شوية طوالة، على حساب ديك الطوالة اللي فيهم هما مع الوساعة والطوالة ديال السروال جاني مورارو. المهم عندها لكم من هادي، غنكون خليت لكم واحد الفيديو. أول حاجة هادي اللي جات هيدا فيها الخضر وبيض، انا عارفه تقدر تجيكم بلا، ولكن صراحه انا عجبتني ستايل، عجبتني. انا قلت لكم خصني نقص منها شويه الطوله ديالها وصافي، ولكن عجبوني لا سواء دوك الكامسيتات اللي كيجو اوفر سايز. هادو من سيكتيون ديال دازي، وبالنسبه للطيات دي طيا ال، وكيجو مزيونين. اليد ديالهم السركل صراحه، هادو كومود تحيدن يوميا. شفتو يعني ملي كتلبس هادوك الشيء اليد ديالها يعني باستانتي باستانت بودري اسمع لا رو، بيرو يعني باستانت طول هيدا يوميا. وهذا البنات طمني صلحوا لكم الرياضه، مثلا اذا كنتو كتمشيو للعصا ولا كتمشيو تتمشاو ولا شي حاجه، تقدر تلبسوه مثلا مع شي مايس ولا شي حاجه، على حسب طول نسال الركبه. واعرين واعرين بزاف هاد الكامسات بصراحه عجبوني. الى تيلا ستا موي بيان. انا هاد البيبي هادي قلت لكم، بعد عندنا هاد الروسه. الروسه حاولت نوريها لكم بالزبردينه وداك الشيء كيفاش عاديه، هي صراحه عاديه مزيونه. خصني غير نقص من واحد شويه، نعمل مثلا حجاب ابيض ونعمل كوره في الروسه وغادي يجي اوتفيت مزيون. خصني غير هذيك غير نقص منها شويه بوك الطوالين بزاف مع داك السروال. ولكن تسود هاد الروسه هادي، ما عرفتش واش كان فيها اللوانات ولا لا، ولكن تسود هاد الروسه هادي طوب طوب، موي 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 بونا كاليدا. زعما اذا كان خصكم تخسروا واحد من هاد الثلاثه اللي غنوري لكم، خسروا هادي، خسر هذا الثوب هذا، هاد الطيله هادي كتحمق تلسحوا فيها، ودتها هو طويل وتا هي بسيكسيون ديال دازي، كيعني بزاف هاد الكامسيتات اوفر سايز. اخر حاجه هي البيضه هادي اللي ما قيستلكمش، ما قيستلكمش على حساب الدق سيسر يدا باستانتي كوركيتو. صراحة خسارة على حساب عجبني الطوالات، الطوال هاد هاد الكامسيت هادي عجبتني، ولكن يدا جاني شوية قصيصر. يمكن نجرب نعمل شي بودي بيض من تسر، حيت ما نعرف إذا ما جا شي خايب نعمل بودي مثلا هادو ديك مانكا، المانكا اللي كتجي هيدا. على حسب الطوالة ديالها مزيونة والساعة ديالها عجبتني، ولكن يدا يبان لكم يد قصيصر. بغا نوريكم واحد الأكسسوار اللي ما عندو علاقة مع هادوك، ما عندو علاقة مع الحوايج. هذا ماشي أول مرة كنطلبو، كنظن ثالث مرة كنطلبو من شي لاسب، مع الوقت كيبقاو يضيعو لي. هذا واحد 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 الصوبريز ديال ياخي فالي، كيجي فيه كيجي فيه بزاف، شوفو كتجي هاديك كبيرة، كعندو فيهم بزاف الألوان. أنا طلبت هاد الليلة غرناطي، كتجي هادي كبيرة ديالو مرة فوالا. هادي سامي فيها دابا مثلا الحوايج وداك الشيء، ملي كنكون مثلا مسافرة ولا شي حاجة كان فيها الحوايج ديال العيال. ومن بعد كيجيو اخرين، هادي مثلا صغيرة عليها، تا هي كتعملو لها هكا وكتعمرو الحوايج ديالكم. ورغانيتها دور جوية اخر، هادي صغيرة شوية عليها تا هي. بعد عندنا ثلاثة ديفيرنتس تامانيوس اللي عاملين بحال الصبري، هادي كيتحلو من هنايا، هادي الصغيرة ديالهم. بعد هادو مزيانين البنات، نص صفار مثلا كتعملو مشيتا ديالكم، زعما مثلا بروجيكتوس دوجهكم مكياج. المهم سمو ديال هادو كنت معرفين دابا قرب الوقت ديال الصفار الصيف وداكشي. هادو واعرين كي اورغانيكاش شويه ما يطرك تبقى لكم شي ديك الروينه. من بعد بغيت نوريكم هاد التكنيكله هادي اللي صدمتني، على حسب انا طلبتها كزري شي تانكله اللي زعما عاديه، ولكن سقط بلاستيك 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 طلعت على بلايا اي فكرت الاخر غنلبسها نبحر وصافي كندور. على حسب موي ديال بلاستيك، وهي صراحه مزيونه نقدر نلبسها صراحه في الزنقه، ما يعقبيها حتى واحد. ولا يمكن هاد الكحل هنايا شويه يمكن خاصره، ياك كنخصها تكون كامله بيض.
هي مزيانه تقدر تلبسها حتى الزنقه عاديه، ولكن جاتني انا ما ضب بحر صراحه ورا ضد الدار. حد راه كنهضر على التشناكل، نكمل شغلي واقيلا، ولكن في التشناكل خلي يطلب. هادي شوفوا، هادي عندي تقريبا بحالها، غير شنو اللي عندي بدات كتغاصطر، بدات كتعيا. هاد التانكي هادي واحد باسيكو في ماريوت الصباب ديالي، ضروري واحد التانكي لها هيدا بيضاء صراحه مزيونين. انا قلت لكم عندي تقريبا بحالها، ما بدلعش فيه هنا الديكور، ولكن بنفس الثوب نفس الفورما نفس كل شيء صراحه، كيجيو مزيونين في الرجل. ميراك سبلانا مو بيان مو مونا. غنوريكم اخر تانكه صافي ديال الاخرى. هاد التانكه هادي طلبتها زعما نهيضا الدار ولا البحر، صار ديبندس من بوركيني عندي بزاف. كنت لابسه شي بوركيني سي بوكو ماسكو بني البوس عندي مع هادي، كنت غادي نعمل شي بوركيني بوكيتو ماسالي عندي ماسكو كي ماستال بوس. التانكه الاخرى غتجي حسن. المشكله هي طلبت 38، انا كنلبس معاها 37، ولكن الاغلبيه ماشي كنطلب 38، وجاتني شويه ستيتوا شويه زعما خوسطه عن القدر لبسه، ولكن جاتني موي خوسطه في رجلي. بيرو بوينو مزيونه صراحه. هذا الفورما هذه يعني احسن فورما تشناكل سون ميكوز. انا عندي وحده فيا المهم عندي اللي فيا ماشي نجيبها، عندي وحده بنفس الفورما نبدلها غير هذه وصافي. كيسون كولور هذه تقريبا واحد بلانكو روتو، ولكن اللي عندي بيج، واحد بيج تقريبا مارون، كنلبسها بزاف في الدار عرفتي، واعرين مريحين بزاف بزاف بزاف. بعدا بنات طلبت هاد باك هذا ديال بوديس اللي ما عجبنيش بزاف، ما عجبنيش حيت كيبين بيض ديال عند اللي في البيت كنت كنلبسو. المهم هذا كيجي باك فيه ثلاثه، هذا كحل بيج وبيض، ما عجبنيش بزاف على فارياس كوساس. اول حاجه كيبين واحد شويه هذا لا، ولكن البيض بعدا كيبين. وثاني حاجه من هنايا بحال اللي كيبقى العنق ديالو ما كيجيش مجموع، كيبقى بحال اللي طالع هيدا وشويه واسع من هنايا، وما كيعجبنيش انا، خصني العنق يجي مجموع مشدود على حسب كنلبسو، يعني باش نشد باش ما يبانليش زعما صدري ولا شي حاجه، خصني هادي تجي معوضه باش ما نعملش من فوق ما يجيش داكشي مخصر. طوطي الصراحه الله ما عجبنيش بزاف، طلبتهم زعما على حسب التوب ديالهم هيدا ما سيمبل، انا عندي اخرين وكيف فيهم واحد التوب دابا فيهم التوب ديالهم فيهم بحال واحد شويه الرايات واحد شويه الخطوط، ولكن ما والو ما قنعونيش بزاف صراحه. ما عرفتش اذا يمكن كنت كنلبس هذا بوحدي صوبا، ولكن انا كنلبس باش كنلبس فوق منه قميص، كنلبس فوق منه كساوي باش كيغطي لي عنقي، ولكن ما عجبنيش بزاف صراحه. هذا ما كنصحكمش به. بعد طبس هذا القميص ديالي حمقتني الفورمه ديالها، حمقتني الطيحه ديالها، ولكن كتبين. هذا هو المشكل اللي كيوقع لنا، كنظن كامل مع قميص في البيض قميصات بايتين اللي كيكونوا مزيونين كيجي الطيب ديالهم طايح كيكون رهيب، ملي كيكون رهيب كيبقى يبين كلشي. المهم هذا كنت قيست لكم انا يا سي قيست لكم. المهم عاد تكونوا شفتوا هذه لبس بودي من تحت، يعني تخيلوا معايا الحراره وبودي اوف صراحه خسر على حساب حمقتني قمجه، والله عجبتني بزاف بزاف بزاف. وصيبه زعما حق قمجه هذه الطواله هذه تويب هذا هيدا مزيون وما يبينش خساره، والله عجبتني عجبتني بزاف. انا غادي نشوف غادي نشوف عرفتي شنو نقدر نعمل، ما عنديش الحل، بودي من تحت وصافي صراحه فنه عجبتني التويب ديالها وكل شيء. شنو كتبين اذا بغيتوا تعملوا بودي طلبوها، ما بغيتوش تعملوا بودي واقيلا محتاجين تدبروا شي حاجه اخرى بوك هذيك كتبين باستانت. من بعد طلبت هاد الكسوه هادي، هاد الكساوي هما داك اللي كيتلبسوا. انا نحاول نخلي لكم يمكن فوتو ديال الموديل عادي كنحط لكم فيديو ديال حتى الفيديو ما بانتش بزاف، ما نقدرش نبين لكم بزاف. انا كنت باغا وحده من ديك الكسويات اللي كيلبسوا تحت العبايات كيجيو هيدا شويه مزيرين، ولكن ما بغيتش حياتكم مزيره بزاف. انت طلبت هادي وطلبت فيها الطايا شو اكس اكس ال، طلبت فيها يعني تكون كبيره باش تجيني زعما تجيني شويه بسيسه، تجيني هذا ريكتا ولكن خصني شويه بسيسه. ايوا صافي. المهم من فوق جاتني واسعه باستانتي واسعه مزيره، ومن ولكن من تحت من الجهه ديال النص وداك الشيء جاتني شويه مزيره. بوينو ماشي مشكل زعما هي تقدر تلبس، حتى ماشي مزيره يعني مشوهه مره مثلا بحال اللي نقول لكم مثلا اصلا لبس فيك ديك لبس العبايه، وديك العبايه اللي شفتو لي في التصويره الفيديو ديك العبايه 23 شحال هادي وباقا ما لبستهاش، ولكن ما عجبتنيش. يمكن غادي نشوف نرجعها وصافي دا، كنت باقا نقدر نرجع الا ما كانش يدوز لي الوقت. لا حسب ما عجبتنيش ماشي ستايل ديالي، خصني انا العبايه خصني تجي شويه نيشان ديك العبايه هيدا واسع ما كيجيوش معايا. المهم على كل الكسوه الصراحه الثوب ديالها كيحمق حمقني حمقني حمقني. لبست له مثل واحد القميص هذا من فوق مثل واحد اوتفيت اخر وعجبتني حسن، يعني مزيونه. نقدر نزيد مثلا على حسب كان فيها اللونات بزاف، نقدر مثلا نزيد نطلب نقدر نزيد نطلب تريسا كيسال باش تجي شويه كثر واسعه من التحت. نقدر نطلب هيدا تلبس فوق منها قميصات تلبس فوق منها العبايه صراحه كسيوه فنه فنه، والثوب ديالها واعر بزاف 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 عجبتني الصراحه خساره. يس اوكي النص ديالها واخا تعيط طلف الطايط النص ديالها كيجي فوق وخوت كامل ما باقيش بزاف، باقي ثلاثه بيسات ديال الحوايج ديالي واللي باقي غادي يكون دوزها ما خليكم حتى الاخر ديال الفيديو. ولكن من طرف طبقت نوريكم هاد باك ديال بروتشات، وكيجي حتى هذا شنو يقولوا بورناس بورناس شالي اسم هادو حصلوا
كي جبت طاكس هما هيدا بروتشاس وهاد معاهم حتى هما هاد هذاك اللي كيعملوا بورلا كانوا كيقولوا لهم داك اللي كيعملوا بها هنايا هيدا بولبوس هادو مزيونين واعرين بزاف البنات هادو كيصلحوا بزاف تاع ديال الماكياج اللي كيدوز عاد لو بولبو وابارتي كيجي هاد الباك هذا اللي كيدير في التوبريسيتو ديالو فالي باك ديال بروتشاس كيجي فيه اون مونطون ما عرفتش شحال بالضبط كيجيو باش نحسب لكم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 كيجيو 17 البروتشا يعني باستانتس وبارح انا بارح ملي وصلي اديتهم وكتبان صراحة كتبان كاينة ديالهم مزيونة وما نعرف الله اعلم واعلم نشوف كيبان لكم في راسها باين يعني مزيونين شوفو هادي ديال كولوريتي صراحة كيبانو لي مزيونين الله اعلم واعلم هادي مثلا ديال باسي خصها تكون شوية كثر قصيصحة كتبان زعما قصيصحة شوية فوالا كتبان قصيصحة شوية على هادي هادي كثر نص على كل كيبانو مزيانين صنو مونطون دي بروتشات انا عندي بروتشات وكان عندي بقاو لي كل واحد اش من كولور كل واحد اش من باك هذيك كان عندي بزاف باكس وبقيت بقاو لي ضاعوا رميتهم ما عرفتش شنو نعمل بهم وبقاو لي بحال نقول لك وحده هيدا وما كاينش داك الباك هذا مخربق هذاك الشيء بقيت واحد الباك يكون كومبليتيتو فيه بحال بعضيات فيه كلشي فيه ديال السومبراس فيه هذه ديال لينغوا فيه ديال الحواجب اللي كترسم بها الحواجب فيه انوميرا فيه كثار شوفوا هذه اللي كتعمل بها ميني ايلاينر اذا كان دونك هنا 18 بروتشا ماشي 18 كان بنات هذه ما شفتهاش من شفتها قبيلات المهم تبان موي بيان صراحه انا ما نقدرش لكم ما جربتش مشي هذا في الماكياج ولا شي حاجه كنت كيبان عليهم مزيونين اللي فايت حطيتها من الشين وخرجت لي واعره من درجه ديما كحالت لي ما تجي حاجه حقا ما كنتزكاش زعما هيدا بالماء ولا كنتوضى بها ولا كنغسل بها القشور ولكن نخرج داكشي وما كحالت لي ما كحالت لي شي بقات لي مزيونه هادشي دابا طلبت اخرى تقريبا بحالها المهم يا اخي اللي عندي هذا ديال ابيض وهذه في كومون بيج دين دوراو المهم كيجيو هيدا كيحمقوا هاد المكياج هذا ستيتوين كيعجبوني اكسسوارات يكونوا فينيتو ستيتوين ما عنديش مع اكسسوارات كبار ما كيجيوش معايا انا الصراحه الله يبونو الصراحه مويقنا مزيونه هذيك تقدر تنقص منها بسهوله مثلا في الدار هاد عند هاد المشد هذا اللي تقدر تصورها تما بيداكم زيرو على يداكم في الدار وصراحة انا قلت لكم فايت طلبت بحالة ولكن الداخل ديالها فيه ابيض وخرجت لي واعره لدرجه اللي قررت نطلب اخرى نوريكم واحد الحاجه اللي قيست لكم ما صورت لكمش على حساب ما عجبنيش كيفاش جا الاوتفيت على داكشي نخلي لكم فوتو ديال الموديل بالا لسات ما عجبتش معايا شي لبس ما عجبتش معايا لبسو داكشي هذا سمحوا لي ما قدرتش قيست لكم ما قدرتش نصور لكم على حساب ما جاش مزيان نخلي لكم فوتو ديال الموديل وصافي هذا بنت واحد التشاليكو ولكن الفورما ديالو شوفوا كيفاش جا هل دا كنت واحد البنت اللي ما كتعمل شي السبنيه ولا شي حاجه الصراحه تقدر تلبسو كيجي مزيان وكيحمق هذاك تما كتعمل شي السبنيه يكون انت خانيتو مارينيا حتى يجي كيحمق انا شفت البنات لابسينه في اكسبيرينسيا وعجبني بزاف باقا ما عرفتش معيش هلبسو باقا ما عرفتش الصراحه باقا ما نرسي باقا ما عرفتش ولكن الصراحه عجبني تسو كيحمق فورما كتحمق ولكن ما عرفتش دابا نجرب نقدر نجرب نعملو تيخانو ونعملو قميجة من تحت دابا نجرب قدرت انا تجيني مزيونة دابا نجرب ان شاء الله ربي شنو دابا انا قلت لكم عيت هاديك اخر حاجة وعيت كنخربق وداكشي ما عجبتنيش كيفاش ما عرفت شي حاجة اللي قيستها داكشي قررت نوري لكم فوتو د موديل وصافي هاديك سمحوا لي طلبت هاد الفالدة هادي هاد الفلادي اللي دارجة بزاف على الموضات فلادي تساوي بساتين تساوي بطايح ولكن هاد الفلادي هادي فيهم مشكل ياك كيكون تساوي ديال مطايح درجة اللي كيجي شوية معيق مع الطايا اكس ال يعني طلبت طايا كبيرة انا نورمالمون كنلبس ام في السراول يعني السراول تشين فلادي تشين كندي ام طلبت جوج طايات كثر من ديالي من النص جاتني كبيرة وخاتم هنا في فيديو ما عيبالكمش عيبالكم داكشي هو هاديك لاصة زيارتها شوية من لاولي اوف صراحة الفلادي هادي ما نصحكمش بيها بزاف على حسب هي حقا مازالتي مزيرة بزاف من نص ساعة مزيان لا بأس بها من ناحية ديال التزيير واخا من نص ساعة وتم هنايا شو هي من هنايا مكادرات شنو كيقولو ليهونج كيقولو المهم ليهونج مازالتي مزيرة بزاف ولكن هنايا أنا بعداك عندي نص شوية ستيتو من هنا جاتني كبيرة يعني كنظن غادي نديرها عند الخياطة تقطع لي شوية المقومة وتجي يلاه تجي معايا شوية من لوري باش متجيش طايحة بزاف من لوري المهم طيب لا باس به ما جاتش مزيره بزاف ولكن كيبين بزاف البنات كي ما عرفتش عيبان لكم تما كلها ولكن كيبين باستانتي هذيك شات فضالي صراحه ما ننصحكمش بها بزاف انا حاده عندي نحاول يمكن نعمل نحاول نعدلها ندير عند الخياطه واخر حاجه اللي غنوريكم هي البيجامه هذه اللي شحال
في عندي في الفيستا، وكل مره كنقول عن طلبه عن طلبه عن طلبه، واخيرا وصل النهار وطلبتها وعجبتني، ما ندمتش صراحه، عجبتني بزاف بزاف تسوي ديالها. جات كلاس كتبان، ما تقولش من شيء صراحه، جات كتبان شي حاجه مزيونه. شنو حاجه واحده خصني نقول لكم، تسوب هذا واخا كيبان قريب من هذا، ما جريش بحال بعطيتو. المهم هذا دي من السركه هذه كيعملوها ديال الغضون صراحه، مصطبه انا عنشوف اذا لقيتي اذا لقيتي كاميسيتا بهذا الكولور هذا ديال الغضون شريها ولبسها لهم تحت احسن من هذه. هذه حسيت بحال اللي خنقتني واحد شويه من اللحمه، الثوب ما كيتجبد ما والو، بحال اللي خنقتني من تحت صراحه. يعني التحتاني ديالها كولور واعر، بيرت الثوب ما قنعنيش بزاف التحتاني. هذاك الشيء انا غادي نزيد نشوف الا دبرت شي كاميسيطه على الغضون عنق هذا مجموع وشويه دها هيدا تكون كتجبد نرتاح فيها، لبسها من تحت احسن. وعجبتني على حسب السروال فيها واحد لاسيدو كما كتشوفوا، وفوقاني جات بحال ما كما سي فرانا اون كيمونو، جات بحال كيمونو فوقانيه ديالو. ودابا اخر حاجه غنوريكم داغي الحوايج ديال اسامه. نقول واحد الحاجه، بان الحوايج ديال الرجال لا باس بهم، ولكن كيجيني بان كيخدموهم بالتوابت شويه على قدهم، كيجيني بالتوابت كيخدموا بهم الحوايج النساء احسن من الرجال، والله اعلى واعلم. المهم طلبت له هاد الكونخونطو هذا اللي كيجي السروال الشورت، بغيت نقول سمح لي سمحوا لي الشورت والكاميسيطا الكونخونطو تو هادو مقربين فوق قايصهم. التوب ديالهم بحال اللي شويه ناقصكم شويه، ماشي شي كاليدا دوا وشويه وصافي. المهم ستي كيجي كونخونطو هيدا كاميسيطا اوفر سايز طلبت منو كاملين، حطهم تما كدوا. من بعد طلبت له هذا اللي عجبني احسن طيلة فيهم، استيلا برداد لا تيلا مي غوستادو موتشو، التيلا ديالهم مزيونه كتجب طايحه. عنده الشورت والكاميسيطا ديالو، الثوب هذا صراحه عجبني احسن من ياخر، جاني بحال ترانسبيرا اون بوكي توماس. شوف هذه فوقانيه ديالو جات هيدا سيمبل اوفر سايز تامبيان. واخر حاجه طلبت له هاد الباك هذا اللي فيه ثلاثه ديال الكاميسيطات، هذه الاولى جات هاد البيضة اللي كيعجبني انا، زيدها في الخضر ما بحال عطيتهم غير شنو كل وحده يعني الكولور ديالها وصافي. هادي في البيض اون باسيكو نار ماريو، وهادي في البيج شنو كنظن يمكن غيجيوها شويه 90 في الوان. هادي البيج ديالها شفتو صراحه مزيان هاد الباك هذا، ما هادو ما قيسهمش يا اخي نقيسهم غير هادو ما قيسهمش. المهم كيبان يعني كيتجبدوا. ايوا الحبيبات ديالي هذا كان خاول ديال اليوم، حاولت ما نطولش عليكم، كنتمنى ربي نكون جات خفيفه وظريفه على قلبكم، كنتمنى ادخل هذا يكون عجبكم. ما تبقاوش تخليوا لي في الكومنتات شنو هاد الشراوطه اللي عندكم كتجي كتعرف تلبس، عيطوا لي مزيان ديك المره بقى هي الحال. نو عادي يعني عادي، قريت الكومنتات ديالكم وخليتني نفكر شويه بيني وبين راسي نقول بصح انا، ولكن عارف راسي يعني كنحاول نجرب حاجات جدادين، كنحاول نكريير اوتفيت وايز، وعارف راسي بان الديف الكبير هي قيس لكم كل شرويطه ما اختارها وداكشي ماشي هو هذاك. المهم على كل كنتمنى ربي يكون عجبكم، قولي في الكومنتات واش عجبكم هاد الاوتفيت دهدخل هذا، واذا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا اللايك ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، بامان الله.